أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة دائما معكم على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها لمتابعة كافة التطورات المستجدات، ونبدأ من معرض القاهرة الدولي للكتاب. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال زائري في دورته 55 بمركز المعارض بالتجمع 5، وشهد المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه للجمهور من مختلف الشرائح العمرية، والتي حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية والتي تقام ضمن فعاليات المعرض. وحقق المعرض رقمين قياسيين جديدين وخلال 9 أيام من فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 3,500,000 زائر، وسجل اليوم التاسع من المعرض حضور قرابة 700,000 زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز. للمزيد حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل إكسترا نيوز زياد قاسم. أهلا بك زياد، بعد التحية، ما الأجواء والمستجدات لديك في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ تفضل. أهلا بك حبيبة، وتحياتي لكل مشاهدي إكسترا نيوز من هنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، والذي يقام على مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة. أمس شهد بالفعل إقبالا غير مسبوق شهده معرض الكتاب وفي نسخته 55، حيث سجل الحضور والزائرين أمس عدد ما يقرب من 700,000 زائر إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، ليسجل أيضا رقما قياسيا جديدا في تاريخ المعرض منذ بدئه من 55 عاما، وهو ما يزيد عن 3,500,000 زائر إلى معرض الكتاب في أول أيامه 9 منذ فتح أبواب المعرض. يقام المعرض في الفترة ما بين 25 من شهر يناير حتى يوم 6 فبراير المقبل. أيضا الجدير بالذكر هنا داخل معرض الكتاب والملحوظ هو الاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، حيث تقام الفعاليات الخاصة من مختلف المؤسسات المشاركة في معرض الكتاب في هذه النسخة، من سواء كان من مؤسسات المجتمع المدني أو من المؤسسات الدينية أو من المؤسسات المختلفة هنا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. حيث أمس كان يحتفل الجناح الخاص بالأزهر مؤسسة الأزهر الشريف بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ذلك الجناح الذي يقام على مساحة 1,000 متر بواقع عدد من القاعات وعدد من الأجنحة المختلفة كقاعة الندوات وقاعة الندوات وجناح الخط العربي وجناح الفتاوى، وأيضا كان هناك جناح خاص ب ذوي الهمم والأطفال. أيضا إذا تحدثنا عن التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، سواء كانت
وزارة الثقافة أو الوزارات المختلفة فحدث ولا حرج. على سبيل المثال وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل تقدم التسهيلات والتيسيرات على الزائرين من مختلف الجنسيات للحضور إلى هنا إلى معرض الكتاب، حيث خصصت وزارة النقل 11 خط سير للأتوبيسات بما يعادل 115 سيارة لنقل الركاب من وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا هناك تيسيرات مختلفة تقدمها الدولة المصرية، على سبيل المثال توصيل الكتاب إلى المنازل عبر البريد المصري، توفير خطوط السير الخاصة بذوي الهمم والقدرات الخاصة. أيضا هناك تيسيرات وتسهيلات مختلفة تقدمها الدولة بمختلف مؤسساتها. هذه هي الصورة من هنا من داخل معرض الكتاب. إليك حبيبة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا مراسل إكسترا نيوز الزميل زياد قاسم على كل ما أشرت إليه، شكرا لك. وشاركت مؤسسة حياة كريمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 للعام الثاني، وذلك لتعرض أهم الإنجازات التي حققتها للمواطن المصري. ويضم المقر الخاص لحياة كريمة داخل معرض الكتاب العديد من الأنشطة الترفيهية والتوعوية. أنا سمعت عن جناح حياة كريمة في معرض الكتاب، فأنا فرحت عشان لما سمعت وبحثت عن الموضوع ده على النت عرفت إن حياة كريمة بتساعد الناس الفقراء، الناس اللي مش معاها فلوس زي اللي احنا بنشوفهم في الأرياف، ومعظمهم موجودين في القاهرة. ففرحت، فكنت عاوز أشوف هنا في معرض الكتاب السنة دي سنة 2024 أشوف حياة كريمة دي بتساعد الناس إزاي وبتساعد الناس بغزة. بعد أن أضاءت كرة غير مخططة، جاءت مؤسسة حياة كريمة لتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 للعام الثاني على التوالي، لتعرض أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة للمواطن المصري. هدفنا الأساسي التعريف بمؤسسة حياة كريمة والتعريف بكافة مجالات وقطاعات عمل مؤسسة حياة كريمة على مدى محافظات مصر كلها. طبعا احنا بنبتدي نعرف المترددين على معرض الكتاب بالمؤسسة قطاعاتها المختلفة، ان هي مش بس مقتصرة على المساعدات الإنسانية، وان كانت هي المساعدات الإنسانية محور أساسي ليها، ولكن ايضا بنمتد عملنا الى الإغاثات الدولية، وبيمتد عملنا الى محور بناء الإنسان، وعلى رأس أولوياتنا ثلاث محاور: التعليم والتوعية والثقافة، وده الهدف الأساسي لوجودنا هنا. تخللت المقر الخاص بالمؤسسة داخل معرض الكتاب على العديد من الأنشطة الترفيهية وورش الحكي للأطفال وذوي الهمم وورش التوعية الخاصة بالإدمان، هذا بالإضافة إلى تعريف الزائرين بمؤسسة حياة كريمة وأهم إنجازاتها. بنوصل المعلومة للطفل بلعبة زي سلم والتعبان. النهاردة الرمز مثلا التعبان، السلم هيوصلك لحلمك، الدخان هينزلك لتحت. هي نفس الفكرة، ان انت لازم تتبع الحلم بتاعك، ما تمشيش ورا قصة التدخين والمخدرات، ان كل ده بيقتل حلمك. عندنا انشطة تانية زي الرسم، عندنا التوعية، القصة فيها حكاية انت البطل ازاي، انا صاحب مين ما صاحبش مين، مين اصدقائي، مين اللي اسمع منهم النصيحة. أعمال فنية، منها رسم على الوجه، منها تلوين سكتش، فكر ولون واكسب، وكلها تهدف لتوعية الأطفال عن التدخين والتدخين السلبي. برضو بحسه على أهمية الرياضة وإيه هو الأكل الصحي اللي هو المفروض يأكله، مع أهمية كمان السؤال، أنا هسأل مين لو أنا وقعت في مشكلة. شرايين من التنمية المستمرة ومحاور ونجاحات مختلفة تقوم بها المؤسسة بشكل غير مسبوق. لم يقتصر دور حياة كريمة على تطوير الريف المصري واستهداف الأسر الأكثر احتياجا، فتواجدها هنا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب يدل على أن بناء فكر الإنسان ركن أساسي من أركان حياة كريمة. زياد قاسم، إكسترا نيوز. يشارك الأزهر الشريف بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تمتد مساحته على نحو 1000 متر، وتتنوع فيها الأنشطة بين الندوات والفتوى ومساحات للخط العربية والطفل والمخطوطات.
ليس زحام على منتج سلعي أو خدمي حتى، إنما زحام معرفة. أروقة معرض الكتاب تشهد إقبالاً غير مسبوق على قاعاته الخمسة من كل الفئات العمرية. الأسرة المصرية حاضرة بكل فئاتها العمرية في أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 والتي تنتهي في 6 فبراير الجاري. أنا مبسوطة قوي السنة دي عشان حاسة أنه الناس فعلا متحمسة قوي للكتب وفي زحام شديد قوي على المعرض. دي حاجة بسطوني ومخلياني يعني فخورة أن أنا موجودة هنا السنة دي. مبسوطة قوي أن الناس ابتدت تقدر حاجة زي كده وبالذات أن هي في أعمار مختلفة. بالنسبة للأطفال طبعا أنا لقيت حاجات بالنسبة للتعليم، بالنسبة لل يعني بيوصل له المعلومه بابسط الطرق، مش محتاج ان الطفل يبذل مجهود كبير على بال ما يوصل المعلومه. يعني لاكثر من 1000 عام كان الوجهه الاساسيه في نشر الفكر الاسلامي الوسطي المستنير لكل العالم. الازهر الشريف في معرض الكتاب يشارك بجناحا داخل قاعه التراث، وتمتد مساحته على نحو 1000 متر تتنوع فيها الانشطه بين الندوات والفتوى ومساحات للخط العربي والطفل والمخطوطات. تأتي مشاركة الأزهر الشريف لإيمانه بأن معرض القاهرة يمثل العرث الثقافي المصري، ومن ثم نستعد له وبتوجيه فضيلة الإمام الأكبر من العام إلى العام لنكون في أفضل حالة وفي أفضل صورة نكشف بها عن هذا الجانب الثقافي والمعرفي للأزهر بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام. يشارك الأزهر الشريف بكل قطاعاته في هذا، ما بين إصدارات علمية متعددة صدرت عن قطاعات الأزهر على اختلافها، ما بين أنشطة ترفيهية كركن الطفل وركن الخط العربي، ما بين أنشطة تعليمية زي ما هو موجود في ركن قطاع المعاهد ومركز الإبداع والابتكار، ما بين جوانب تاريخية تحكيها بانوراما الأزهر ومكتبة الأزهر من خلال استعراض جملة من المخطوطات، ما بين واجب مجتمعي ووطني من خلال ركن الفتوى ومقر بيت الزكاة المصري الذي يغض على الإشراف فضيلة الإمام الأكبر، ثم ما بين واجب ديني ووطني وقومي وهو الإعلان عن موقفنا من القضية الفلسطينية من خلال فلسطين في القلب القدس العربية. في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس يجيء معرض القاهرة الدولي للكتاب بمحتوى أعداد ناشرين يصل لـ1200 ناشر ومشاركة 70 دولة. أحمد نبيل، إكسترا نيوز. يعد طه حسين أحد الأركان الأساسية في تكوين العقل العربي المعاصر، وأنتج عميد الأدب العربي أعمالا فكرية كثيرة تدعو إلى النهضة والتنوير، وذلك فضلا عن أعماله الأدبية. طه حسين لقب بعميد الأدب العربي، ويعد أحد الأركان الأساسية في تكوين العقل العربي المعاصر. ولد في 14 نوفمبر عام 1889 بمحافظة المنيا، وفي عام 1902 أرسل إلى جامعة الأزهر للدراسة الدينية والاستزادة من العلوم العربية. التحق بجامعة القاهرة عام 1908 ودرس الحضارة الإسلامية والحضارة المصرية القديمة والأدب والفلسفة. عام 1914 حصل على درجة الدكتوراه عن أطروحته عن الشاعر والفيلسوف أبي العلاء المعري. عام 1914 تم إرساله في بعثة إلى فرنسا لاستكمال دراسته. حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الاجتماعية من جامعة السوربون في باريس. عام 1919 عين أستاذا للتاريخ القديم بجامعة القاهرة، ثم أصبح أستاذاً للأدب العربي واللغات السامية. عام 1925 عين أستاذاً لتاريخ الأدب العربي في كلية الآداب جامعة القاهرة. عام 1942 أصبح مستشاراً لوزير المعارف. عين عام 1950 وزيراً للتربية والتعليم، وتبنى الدعوة إلى مجانية التعليم رافعاً شعار التعليم كالماء والهواء. انصرف بعد ذلك إلى الإنتاج الفكري والنشاط في العديد من المجامع العلمية. قام بتحويل العديد من الكتاتيب إلى مدارس، ويعود له الفضل في إنشاء عدد من الجامعات الجديدة. شغل منصب رئيس تحرير عدد من الصحف. أنتج أعمالا كثيرة منها أعمالا فكرية تدعو إلى النهضة والتنوير، وأعمالا أدبية منها على هامش السيرة والأيام.
توفي في 28 من أكتوبر عام 1973. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية. كنت معكم أنا حبيبة عمر، إلى اللقاء.